مع المقاطعة تاع أي حاجة سمى عندها علاقة مع الكيان الصهيوني، أي حاجة ماشي صافي ما نستعرفوش به نهائيا. لازم نكونوا يد واحدة ونطلب مع كاع خاوتنا الجزائريين والعرب والمسلمين كامل ضد المنتجات الصهيونية نهائيا، ونطلب منهم يقاطعوها. السلام عليكم، أنا كمواطن جزائري كإنسان مسلم داعم القضية الفلسطينية، ماذا بينا احنا نقاطعوا المنتجات اللي تدعم الكيان الصهيوني ونقفوا كاع يد واحدة ونقاطعوا المنتوجات هذه اللي تدعم الكيان الصهيوني ضد القضية الفلسطينية، وحنا كشعب جزائري شعب موحد شعب مسلم ماذا بينا نوقفوا مع الفلسطينيين يا لو كان بفرصة ولا ب ب ب بأبسط الأشياء، وهذه المنتوجات ماذا بينا نقاطعوها. إن شاء الله يا ربي نكونوا في أحسن صورة وربي ينصر خاوتنا فلسطين. مقاطعة العلامات التجارية ولا الماركات اللي تدعم الكيان الصهيوني ضد إخواننا الفلسطينيين، أنا نشوفها من الأساليب الناجعة جدا اللي نقدروا نقدموا بها مساعدة لإخواننا في فلسطين، كون أنه لو نجتمع ونتحدوا على ككل يعني المجتمع الجزائري يتحد على مقاطعة هذه المنتجات، أكيد راح نوجه صفعة موجعة لهذه الشركات اللي هي تساهم وتساهم في سفك دماء إخواننا الفلسطينيين. نتمنى أن هذه المبادرة تتعمم في كامل الجزائر وفي كامل العالم العربي إن شاء الله، وتحيا فلسطين. أخوي احنا كمواطنين جزائريين نطلب كامل من الأنحاء كاع الوطن باه نحو هذا المنتوجات مزجو كيما كوكاكولا هذيك سواء كاع منتوجات تاع إسرائيل، لازم نكونوا متوحدين ليهم ونهضروا باريزومبل ايفيتيهم، واحد شاك بارون يوري لولاده ما تشريش هذيك ما ديرش هذيك، نقطعوا المنتوجات إن شاء الله ونكونوا في حسن ظننا إن شاء الله. احنا عندنا مقاطعة المموز شركة ذي تاع كوكاكولا وسبرايت، هذو يدعموا إسرائيل الكيان الصهيوني كما احنا نقولوا، انا راني جاي ضد اسرائيل، هما كما احنا نقولوا اسرائيل تقتل راهي تقتل بسلاح، بس هما يدعمهم بالدراهم، والدراهم منين الدراهم شي يديروا يروحوا يشريوا به سلاح. انا كجزائري راني مع المقاطعه هذه، نتمنى كاع الشعب الجزائري يجي مع المقاطعه هذه ضد الشركه الاسرائيليه الصهيونيه الاسرائيليه النبي يعقوب عليه السلام للظلم. وتحية الجزائر وتحية فلسطين والقدس خاوة خاوة. موضوعنا اليوم حول منتوجات التي تكون دافع للرصاصة الإسرائيلية ضد الكيان الصهيوني. أنا حسب رأيي أنه كل مواطن عربي أو إسلامي يدخلوا هذه المنتوجات أنه يقاطعهم، هذا حيأثر بشكل كبير جدا في الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة، وكذلك حتأثر كما نقولوا باش تكون تمويل لرصاصة الصهيون. انا كجزائري راني يعني نقول لكم ليكم بلي هذا المنتجات اللي هم يبيعوا فيها راهم يعاونوا بها اسرائيل، وراهم يساهموا بها بيشروا السلاح ويقتلوا في الشعب الفلسطيني. ونقول للشعب الجزائري اللي كيما احنا نقول لهم بلي ما زيدوش تشروا هذو المنتجات لغي باش راهم يساهموا بهم. مقاطعة المنتوجات الإسرائيلية في الآونة الأخيرة صار ضرورة لازمة لتبيان يعني الجهودات التي يجب أن تقوم بها يعني معظم الشعوب، لا نقول الشعب الجزائري فقط بل جل الشعوب العربية. مقاطعة المنتوجات الإسرائيلية سيكون بمثابة دعم ولو كان قليل يعني للمقاومة الفلسطينية. أكيد نظن أنه هذه خطوة يجب على الشعب الجزائري أن يتبناها وأن يحرص عليها في هذا الجهاد يعني عن بعد لإخواننا الفلسطينيين.